وبشأن هذا الموضوع المزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام، معنا عبر الهاتف من الأنبار دكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى. مرحبا بكم دكتور عبد القادر، ما تفاصيل حملتكم في قرية البقارة بمدينة الفلوجة؟ شكرا جزيلا، تحية لك أخي الكريم ولجميع مشاهدي قناة الرافدين. الحقيقة بعد وصول مناشدة من هذه المدرسة من الهيئة التدريسية وإدارة المدرسة في مدرسة الإحسان الابتدائية المختلطة ومدرسة ثانوية المختلطة في قرية البقارة اللي هي شمال مدينة الفلوجة، أحد القرى المحيطة بمدينة الفلوجة، بوصول مناشدة لدعم هذه المدرسة بالمقاعد الدراسية وبعد تضرر هذه المدارس بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الفلوجة وعموم المحافظة. جهزت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية حملة خاصة بهذه هاتين المدرستين. تضمنت هذه الحملة المقاعد الدراسية وإضافة إلى هدية لكل طالب من القرطاسية والحقائب المدرسية. عدد الطلاب كان في مدرسة الإحسان المختلطة الابتدائية أكثر من 320 طالب. هناك يعني 6 مراحل في هذه الذكور والإناث، تم توزيع الهدايا على جميع الطلبة الحمد لله، وأيضا تم تجهيز إدارة المدرسة ببعض الأساس من الطاولات والمقاعد ايضا، واستطعنا ان يعني ندخل الفرحه على تلاميذ هذه المدرسه، والحمد لله ان هذا بعد المنظمه في دعم المسيره التعليميه في المدارس الموجوده في المحافظه وفي المحافظات الاخرى. طيب كيف تقيم الوضع الإنساني، وضع أهالي الفلوجة عموما ومدى احتياجهم إلى هذه المساعدات الضرورية؟ دكتور عبد القادر، هل أنت معنا؟ فقدنا الاتصال إذن بدكتور عبد القادر محمد. دكتور عبد القادر محمد، هل أنت معنا من جديد؟ نعم أسمع. طيب قلت لك قبل قليل كيف تقيم الوضع الإنساني عموما في لأهالي الفلوجة ومدى احتياجاتهم الضرورية إلى المساعدات؟ نعم، بالحقيقة ما زال هناك الكثير من العوائل المتضررة جراء الأحداث الأخيرة في شهدتها المدينة. هناك الكثير من العوائل تسكن في الهياكل المنازل بعد ان عادوا المنازل شفوها مدمره، هناك يعني سقوف يعني بيوت بلا سقوف يسقفوها بالخيم وقطع القماش، وبحاجه كثير من العوائل يعني حالتهم الانسانيه وظروفهم الانسانيه صعبه جدا، بحاجه الى مساعده ودعم والوقوف معهم من المحسنين المنظمات الخيريه، والمنظمه من القرى تقدم ما تستطيع حيث تقيم حمله هنا وهناك، حيث تصل مناشدات من مناطق مختلفة، وجهودها الآن في المخيمات حقيقة النازحين والمدارس المخيمات في طلب النازحين التلاميذ في عدد المدارس، لكن تبقى الحاجة أكبر والمأساة كبيرة. الكثير من العوائل هم يعني بحاجة ماسة إلى دعم وظروف إنسانية صعبة، خدمات قليلة جدا في هذه المناطق خاصة في مناطق الأطراف والقرى المحيطة بمدينة الفلوجة. إذن ما المطلوب برأيك من المنظمات الدولية لرفع المعاناة عن الأهالي في هذه المناطق؟ بالتأكيد هناك يعني بحاجة إلى الدعم، إلى الوقوف للاطلاع على حاجات هؤلاء وهذه إعمار منازلهم. لحد الآن لم تعوض العوائل اللي تهدمت دورهم ومنازلهم، بحاجة إلى تدخل يعني منظمات دولية إغاثية أيضا لإغاثة هؤلاء العوائل المسحوقة والفقيرة التي تضررت جراء الحرب التي حصلت في مناطقهم في مختلف الصعود الإنسانية الاجتماعية. يعني بحاجة إلى وقوف وقفة جادة لدعم هؤلاء هذه العوائل وهؤلاء المحتاجين
في هذه المدينة الثلوجة وأطرافها، وعموما المحافظة التي تعرضت للأحداث الكبيرة التي مرت فيها. أشكرك الشكر الجزيل من الأنبار دكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى.